أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن إطلاقها مدونة تفاعلية تهدف إلى تشجيع زوار الإمارة والمقيمين فيها على مشاركة تجاربهم السياحية النوعية والمتميزة، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتستهدف المدونة مختلف فئات المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة مثالية للتعبير عن تجاربهم خلال زيارتهم المواقع السياحية والترفيهية في الإمارة. الرحيم، اولا نبارك لصاحب السمو حاكم الشارقه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على افتتاح الدوره 37 لمعرض الشارقه الدولي للكتاب، ونبارك لدوله الامارات كذلك على استضافه وتنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي ان شاء الله تعكس دائما الوجه الحضاري لدوله الامارات على مستوى العالم. دوله الامارات واماره الشارقه بالتحديد ان شاء الله لقبت العاصمه العالميه للكتاب لسنه 2019 من اليونسكو، وهذه طبعا يعني نفتخر هذه الجائزة وهذا التكريم نفتخر فيه جميعا في دولة الإمارات. وكذلك نحن في هيئة الإنماء التجاري والسياحي كقطاع سياحي مهم يلعب دور جوهري في دعم الاقتصاد وفي تقارب الثقافات كذلك بين جميع الزوار من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات، نعرفهم من خلال مثل هذه الفعاليات الكبرى ومن خلال تجربتهم من خلال إبراز هوية دولة الإمارات لجميع أنحاء العالم. فنحن نبارك للجميع ونتمنى إن شاء الله للجميع وجميع القائمين على هذا العمل المميز كل النجاح في هذه الدورة وفي الدورات القادمة إن شاء الله.